السلام عليكم. شدني موقف شوي المغرب. يوم أقمنا الصلاة كانوا اثنين بس، يوم خلصنا الصلاة صدم نص. يعني أنا بعرف إلى متى وحنا نتأخر عن الصلاة، إلى متى؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلاح فلاح دنياك وآخرتك، ومع ذلك نتأخر. أين المشارع بالخيرات؟ والله إخوان شيء يندلها الجميع، كبار السن هم الذين يشارعون إلى الصف الأول، أما شبابنا إلا من رحم الله يتأخرون عن الصلاة، وهذا أمر مشاهد في جميع المساجد. لماذا يا إخوان؟ بعرف ليه التأخير عن الصلاة؟